Aqui é um eixo. وليدات كنوصل لوليداتي مزيان، خدمت عليهم كبرتهم كلشي، لكن ما جابش الله، هاد الساعة ما جابش الله. أنا دابا مني كبرت ما بقيت لقيت حتى شي واحد حدايا، عينيا ما بقيتش كنشوف بهم. الطبيب قال لي ضروري خصك ديري هاد العملية، واش غادي نقول لك؟ عرفت ما نقول لك، لا إله إلا الله، ما عرفتش أش نقول كاع. هادشي اللي كاين. وانا والله تنبيع معاك تاع حوايجي، وبجا الله تولي تشوفي ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظك وليدي، الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في المنزل عند أم عائشة. أم عائشة عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع فيما يخص الناس اللي ما شافوش الفيديو الأول، أم عائشة كتعيش في هذا البيت بوحدها. أم عائشة تبحث عن نور الحياة، الأمنية ديالها أنها تولي تشوف. الأطباء عطوها أمل كبير وأنها تدير العملية. أنا دزت معها في الفيديو السابق ما كانتش كتشوف. المغاربة شافوا القصة تألموا مع أم عائشة بشكل كبير، ولهم رأي آخر، وهذا شيء متعارف عليه في المغاربة. أم عائشة دارت العملية، تلاقيت معها حدا الباب، قلت لي وليدي أول مرة غنشوفك ولا أنت تشوف، تبعوا معايا. كتبكي أم عائشة، وليتي تشوفي، نهار كبير هذا. الله يسترك أم عائشة، عاودي لي. السلام عليكم. الله يجازيكم بخير، الله يرحم بها الوالدين. انا كنشوف مزيان دابا وبفضل الله وفضلكم، انا الحمد لله بخير، كنبكي من الفرحه ديالي، وان شاء الله تكون العوينه الاخرى حتى هي بخير. الحمد لله وشكرا وبفضل الله وفضلكم. الحمد لله، دابا الحمد لله المغاربه تواصلوا معك. تواصلوا مع الناس، والله يجازيهم بخير، والله يكثر خيرهم، الله يكمل على كل واحد وليدي، الله يعطيكم نور الحياه، الله يعطيكم نور عويناتكم، الله يخلي لكم ضوء عويناتكم، الله يجازيكم بخير. وكنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر لله يا ربي. انا بفضل الله وفضلكم كاملين، انا كنشوف مزيان دابا، ولكن هاد العوينه هادي هي اللي فيها الزباله والعرق وفيها سميتو وفيها الطنسيون. هادي غادي قال لي ديري عليها العمليه باش ما تعاديش ليك الاخرى، ضروري خصني نديرها. واخا كان دابا هادي كتعطيني الضوء هادي شويه، دابا انا الحمد لله تنشوف، ولكن هادي دائما النص ديالها ما تنشوف به والو، ضروري خصني العمليه ورا العيد ان شاء الله. قالوا لي ديري العمليه الاخرى وان شاء الله غادي نشوف العوينه. هذيك العمليه ديال العين الثانيه، شحال قالوا لك المبلغ ديالها؟ تقريبا 1.5 مليون، اكثر من الاخرى شويه، عمليه صعيبه شويه. وليت تشوف فيهم بجوج، قال لي تشوفي بهم بجوج، ومن بعد انت حره بغيتي ديري النظاظر ديريهم غير بروتيز ولا بلاش. دابا ملي درتي العمليه خرجتي للزنقه وليتي تمشي وتجي؟ خرجت البارح وقضيت المسائل ديالي، يعني خاصني شي حاجه جبتها وجيت وانا بوحدي. وهذا السؤال اللي غنقول لك هو معروف، ولكن تيفرض ذاته في العمق الاحساس. السؤال هو كيفاش كتحسي نيت ملي ما كنتيش كتشوفي وليتي دابا كتشوفي؟ هو قلت راه الجواب ديالو واضح، ولكن انا الح في هذا السؤال. وانت تبارك الله اللي جميل فيك انك قاريه وكتفهمي الامور وعندك من الوزن الثقافي تبارك الله، عندك الخير. ملي وليتي تتشوفي وتتلاقي بالناس اللي كنتي تعرفيهم ويعرفوك وما بقيتيش كتشوفي مده، كيفاش حسيت؟ تقراي كتابك شيء جميل. هذا هو اللي مهم عندي انا، باش نقرا القران ديالي ونشوف بعويناتي حتى انا، وحيت ما كاينش اللي غادي يعاونني، ما كاينش اللي غادي يكون بيدي، يعني انا بوحدي وضروري خصني. الا ما كانوش العوينات راه ما كاين والو في الحياه، راه ما كاينش الحياه الا ما كانوش العوينات. انا كنت كنتالم بزاف، دابا الحمد لله من فرحتي انا ما عارفاش شنو ندير. الله يجازيكم بخير، والله يستركم، الله يحفظكم، والله ينصر ملكنا، والله يحفظه، والله يجعل صدر ربي الشافيه، الله يشافيه، الله يشافيه يا رب.
انا كندعي مع الدين ونهار والله يشافيه. وليداتك ملي درتي العمليه وساقوا الخبار هما مساكن ما فحالهمش، وعاودتي لي القصه شو عرفوك اللي تيتشوفي فرحو مساكن. انا ولادي الحمد لله كلهم يعني الحمد لله الساعه، ولكن ما في ما كرهوش ليا، هادشي اللي غادي نقول ما كرهوش ليا. الله يعاونهم الله يسهل عليهم كاملين، الله يعطيهم الناس يعطيو. اللهم امين يا رب. دابا العمليه الثانيه هي اللي خاصك. ها هي اللي خاصاني صافي الحمد لله والله يسر لك يا ربي ويعاون شي واحد واخا على الكره ديالي. صافي هادشي اللي بغيت، كنتمنى شي حد شي محسن يعاوني على الكره باش ما نبقاش نتمحن بزاف نعيط. هادشي اللي كاين معيش. الله يفرج عليك يا ربي، وحنا فرحنا معاك والمغاربه فرحوا معاك حتى هما. هذا الخبر اللي هو صار بشكل كبير الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، ام عائشه ما كانتش كتشوف الفرح والسرور يعم لا هي ولا وليداتها، انه الحمد لله مجهود المغاربه تواصلوا معها في العمليه الاولى، وهي الان مقبله على العمليه الثانيه. النداء ديالنا لجل المغاربه مره اخرى، غادي نوضع رقم الهاتف ديال ام عائشه، هو الله عز وجل اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام كل من ساعد او ساهم اجره محسوم عند الله، باش هاد السيده النور ديال الحياه يرجع لها وتولي تشوف بعينها بجوج، وما تاثرش ليها العين الثانيه، ما تاثرش ليها العين الاولى اللي ولات تشوف بها. هي مقبله بعد ايام القليله المقبله انه تبدا الاجراءات بطبيعه الحال بمجهود الله عز وجل والمغاربه اللي ساعدوها. مشاهدينا الكرام نحن على تتبع القضيه ديال عائشه، وسوف نوفيكم دائما بالجديد فيما يخص التفاصيل ديالها. الشكر الجزيل لكل من ساهم او ساعد فم عائشه، اجره محسوب عند الله، والله العظيم الا فرحت ملي ولات تشوف. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.